والولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن طريق الخطأ، وقد تكون متعمدة في ذلك أيضا، عن تحريكها لأم القنابل لتوجيه ضربة ساحقة ومدمرة للمنشآت النووية الإيرانية. كيف جرى هذا الأمر يا ترى؟ وكالة الأسوشيتد بريس هي التي كشفت عن تفاصيل ما جرى بالفعل اليوم، ونشرت هذه الصورة التي ترونها والتي يظهر فيها جندي أمريكي، بل جنديين أمريكيين، وهما بالقرب من هذه القنبلة العملاقة، ألا وهي القنبلة GBU-57 بانكر باستر، وهي قنبلة مخترق القبو القادرة على ضرب المنشآت التي تقبع تحت الأرض. يصل وزن هذه القنبلة إلى أكثر من 12,000 كيلوغراما، وهي قادرة على ضرب المنشآت على عمق 60 مترا. صدق أو لا تصدق، قنبلة هائلة للغاية. ولكن المسألة هنا الأساسية بأن هذه القنبلة أساسا وصورها دائما هي تكون مثيرة للجدل، لأن هذه القنبلة أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية بعدما اكتشفت بأن إيران بدأت ببناء منشآت نووية تحت الأرض، مثل منشأة فوردو في عام 2009. كشف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بأن إيران عملت سرا منذ عام 2006 على عملية إنشاء هذه المنشأة تحت الأرض، منشأة فوردو النووية، وطبعا كشف عن تفاصيلها في عام 2009 بمعلومات أيضا استخبارية قامت بنشرها وكالة الاستخبارات أو المخابرات الأمريكية، ألا وهي طبعا CIA. وعلى هذا الأساس أي صورة قادمة من هذه القنابل دائما هي رسالة مباشرة لإيران، وبالتالي نشر مثل هذه الصور التي ترونها التي نشرتها تحديدا وكالة الأسوشيتد بريس هي دائما كما تحدثنا فيها رسالة سريعة إلى إيران. ولكن المشكلة بأن وكالة الأسوشيتد بريس أكدت بأن الجيش الأمريكي أساسا نشر هذه الصور على صفحة مهمة للغاية لإحدى القواعد المهمة الموجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي قاعدة وايتمان الجوية المتمركزة طبعا والموجودة في ولاية ميزوري الأمريكية. وهذه القاعدة هي أساسا تتواجد فيها وتعتبر موطنا لسربي هذه الطائرات السوداء التي ترونها أمامكم، وهي طائرة B-2 الشبح. هذه الطائرة مع طائرة B-52 الأمريكية هي الطائرتين الوحيدتين القادرة على حمل هذه القنبلة الثقيلة التي نتحدث عنها، وبالتالي وجود هذه القنبلة مع وجود هذه الطائرات يعني الكثير. وهنا حاولت الأسوشيتد بريس من التواصل طبعا مع هذه الصفحة التي تحدثنا عنها، وهي صفحة القاعدة تحديدا والجيش الأمريكي، ما الذي تقصدونه من نشر هذه الصورة التي طبعا هم قاموا بنشرها في 2 مايو الحالي؟ حاولوا الوصول إلى إجابة، وبعد ذلك بسرعة قامت هذه الصفحة الخاصة بهذه القاعدة بحذف هذه الصور التي ترونها أمامكم والتي انفردت بها طبعا الأسوشيتد بريس. هذه الصورة وهذه الصورة حذفت تماما من هذه الصفحة، ولم تكن هنالك أي إجابات من الجيش الأمريكي أو القاعدة تحديدا الموجودة هناك لماذا هم نشروها. وطبعا أحد الخبراء قد صرح إلى الأسوشيتد بريس وقال يبدو بأن الأمريكيين أو الجيش الأمريكي أو هناك من يعمل في القاعدة ارتكبوا خطأ بنشر هذه الصور والتقاط هذه الصور، لأن هذه مسألة حساسة. من خلال هذه الصور تستطيع رؤية التطورات أو التقدم الذي جاء أساسا على هذه أو طرأ على هذه القنبلة وإمكانياتها وغيرها، وبالتالي هم لا يريدون كشف هذه الأسرار. البعض يعتقد من خلال النظر إلى هذه الصور وحذفها بهذه الطريقة بأن الأمر مقصودا وفيه طبعا رسالة إلى إيران. ولكن المثير بهذا الأمر بأن وكالة الأسوشيتد بريس كانت قد أكدت أن كان هنالك تعليقا على صورة هذه القنابل، وهذا التعليق كما نقلته هذه الوكالة المهمة للغاية أكد الآتي في تعليق: قالت القاعدة أنها تلقت قنبلتين من طراز هذه القنابل، طبعا مخترق القبو التي نتحدث عنها البنكر باستر، حتى يتمكن سرب ذخيرة هناك من اختبار أدائهم. وهذه مسألة مهمة، لأن كان هنالك حديثا بين الأمريكيين على استخدام قنبلتين على المنشآت التي تقبع تحت الأرض بحسب هذه الوكالة طبعا المهمة للغاية، وذلك بسبب أن هذه المنشآت تحميها الجبال، هي تحت الجبال كما تحدثنا، وبالتالي الاختبارات هنا بما أن هنالك قنبلتين تتحدث وبأنها وصلت إلى هذه القاعدة ويختبرونها عن طريق هذه الطائرة وطائرة البيتو التي تحدثنا عنها، الفكرة أن تضرب مثلا المنشأة على سبيل المثال فوردو تضرب بقنبلة أولى وبعدها تأتي القنبلة الثانية لتكمل عملية الدمار على هذه المنشأة لسحقها تماما، وخاصة وأننا تحدثنا بشكل واضح بأن هذه القنبلة قادرة على الضرب على عمق 60 مترا فقط.
فقط، وبالتالي إن كانت المنشأة على مسافة 80 مترا من الممكن النجاح في تحقيق ضربة فعالة في هذه المنطقة. وبالتالي هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باختبارات لتوجيه ضربة واستخدام هذه القنابل على هذه المنشآت، إن كانت منشأة نطنز النووية أو إن كانت تحديدا منشأة فوردو التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ويجب أن ننتبه بأن هذا الأمر خطير للغاية، خاصة وأننا كنا خلال هذا العام نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس كانت هنالك تقارير أكدت أن إيران وصلت في نقطة معينة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 83.7% قريبة للغاية من التخصيب بنسبة 90% القادرة على إيصال إيران مباشرة إلى القنبلة النووية، والتي تعتبر خطا أحمر ليس فقط لإسرائيل وإنما أيضا للولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت أيضا بأن الآن إيران قريبة للغاية من روسيا النووية، هذه روسيا قادرة على مساعدة إيران كثيرا في المسائل النووية طبعا والتسريع والتعجيل من مسألة التقدم النووي نحو القنبلة النووية، بل إنها أيضا قادرة على تزويد إيران أيضا بمنظومات الأس 400 لحماية هذه المنشآت التي تأتي محمية طبعا وتحت الأرض تحت الجبال، وبالتالي سيصبح الأمر خطيرا للغاية. ويجب أن ننتبه أن الدبلوماسية متوقفة، وحتى هذه اللحظة ليس هنالك أي حياة نهائيا لمسألة العودة للاتفاقية النووية، والوقت يمر بسرعة، وبالتالي نشر هذه الصور والكشف عن التدريبات هو قد يعني الكثير في هذا التوقيت تحديدا، وخاصة أن هذه المسألة الآن أصبحت أيضا خطيرة، لأن هذا التقرير الذي تحدثنا عنه الآن هو يأتي بعد يوم واحد فقط مما نشرته أيضا وكالة الأسوشيتد بريس يوم أمس عن منشأة نووية جديدة ستكون محصنة بشكل أكبر، ونشروا هذه الصورة بهذا الشكل لصورة محدثة في القمر الصناعي كما تلاحظون في أصفهان لمنشأة نطنز النووية لهذه النقطة الجبلية التي تأتي فيها عددا من المداخل. لنذهب مباشرة إلى القمر الصناعي لكي نتعرف على هذه المنطقة بشكل أدق. الأسوشيتد بريس نشرت تحليلا خاصا في هذه المنطقة. إذن هذه هي منشأة نطنز النووية التي ترونها إلى جنوبها تقريبا على مسافة 1.6 كيلومترا تأتي هذه النقطة التي ركزت عليها الأسوشيتد بريس، وإذا ما أخذنا 180 درجة من هذه الصورة لكي نركز على هذا الجبل الذي تحدثت عنه هذه الوكالة، فهي أكدت طبعا ويجب أن نعلم بأن إيران أساسا كانت قد أبلغت الجميع بأن هذه المنطقة ستكون هي نقطة لصناعة أجهزة الطرد المركزية لا أكثر ولا أقل، بعد استهداف إسرائيلي لنقطة تصنيع أجهزة الطرد المركزية في عام 2020 لمنشأة نطنز والتي طبعا تأتي على الأرض، ولكن الآن يريدون حماية هذه النقطة، وبالتالي هذه ستكون لن يكون هنالك تخصيبا لليورانيوم، سيكون وستكون هذه المنطقة هي عبارة عن نقطة لصناعة أجهزة الطرد المركزية. لكن الأسوشيتد بريس تجد أن الأمور مختلفة، وبحسب تقييمها وجدت بأن هذه المنطقة سيتم فيما بعد فيها تخصيب اليورانيوم بشكل مباشر، وهذا لأسباب مهمة هي قد ذكرتها. فهي وجدت على سبيل المثال بأن هنالك أربع بوابات كما تلاحظون كبيرة تأتي إلى شرق وإلى غرب طبعا أو إلى جنوب غرب تقريبا، هم وصفوها بالغرب من هذا الجبل وهذه المنطقة التي تأتي في داخلها هذه المنشأة. وأيضا في نفس الوقت هم قاموا بحساب عدد من الأمور ليوضحوا عمق هذه المنشأة، هم حسبوا التراب على سبيل المثال والعمل الذي يأتي في الداخل وفي داخل هذه المنشأة. ستلاحظ من خلال التراب هنا واحد، لنأخذ اللون الأصفر الذي سيكون طبعا أوضح بكثير من اللون الأزرق. إذا ستلاحظ أنت من خلال فحص هذا التراب والعمل الذي يجري وجدوا بأن الأمور مختلفة وبأن هذه منشأة عميقة للغاية. البوابتين التي تقع في الشرق فحصوا فيها طبيعة البوابات، مساحاتها، مسافاتها، التراب، وحتى التراب هنا الذي ترونه، وجدوا بأن هذه منشأة ستكون عميقة للغاية وستتراوح وسيتراوح عمق هذه المنشأة تقريبا طبعا من 80 مترا إلى 100 متر، أي أنها ستكون الأعمق على الإطلاق. بل إننا إذا ذهبنا الآن
وألقينا نظرة إلى مسألة مهمة للغاية، سنجد أن الأمر أصعب مما تتحدث عنه طبعا الأسوشيتد بريس، بل أنه أسوأ طبعا. إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة ارتفاع هذا الجبل، هذا هو على سبيل المثال أحد المداخل التي تحدثت عنها الأسوشيتد بريس طبعا، وستلاحظ إذا ما أخذنا هنا بخط مرتفع فإن عملية ارتفاع هذا الجبل يصل إلى 100 متر، وطبعا نحن نتحدث عن حفر، وبالتالي التراب الذي خرج من هذه النقطة صحيح هو للنفق وللتنل، ولكنه أيضا لحفر منشأة تحت الأرض، وبالتالي هذا يفسر ويوضح بأننا أمام عمق ومنشأة على عمق 80 إلى 100 متر، تضاف إليها 100 متر التي تأتي طبعا كارتفاع لهذا الجبل. وهذه مشكلة حقيقية، لأن أم القنابل التي نتحدث عنها الجي بي يو 57 بانكر باستر هي قادرة على عملية الضرب على ضرب المنشآت على عمق 60 مترا فقط، وبالتالي هنالك طريق طويل للوصول إلى هذه المنشأة، أي تقريبا أنه من المستحيل الوصول لهذه القنبلة بالإمكانيات التي نشرت والحديث عنها بأنها قادرة على ضرب هذه المنشأة بحسب طبعا الأسوشيتد بريس. وأيضا أن هذه المنطقة أساسا محصنة بشكل أكبر، وهذه النقطة محصنة بشكل أكبر من منشأة فوردو، كيف لهذا الأمر أن يكون المنشأتين هي تحت الجبال؟ ما الذي تعنيه هنا بقصدك هذا؟ طبعا هنالك نقطة ضعف في منشأة فوردو قد كشف عنها في فترة ماضية، ولكن بعد ذلك حاولت إيران إصلاح هذا الأمر، ولكنها لا زالت نقطة ضعف. الآن بالاتجاه إلى هذه المنشأة التي نتحدث عنها فوردو، نأخذ 180 درجة، نحاول أخذ صورة واضحة، ليس هنالك شيئا واضحا، نأخذ صورة واضحة، نعود إلى عام 2009، العام الذي كشفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن تفاصيل هذه المنشأة. ستلاحظ بأننا أمام أربع مداخل، هذا مدخل خامس إضافي، ستلاحظ في قمة هذا الجبل بأن هنالك فتحات، وهذه الفتحات التي تراها الآن هي عبارة عن فتحات للتهوية، هذه أولى وهذه الثانية، وفتحات التهوية الخاصة بهذه المنشأة هي تعتبر نقاط ضعف، أي قنبلة تأتي بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه فإن كان هنالك عملا في حفر هذا الجبل، وبالتالي تعتبر نقطة ضعف. استهداف هذه النقاط يسهل وصول القنبلة إلى المنشأة وإلى هدفها، وإن كانت على عمق 60 مترا أو 80 مترا على سبيل المثال. وبالتالي طبعا إيران انتبهت لهذه المسألة، وإذا ما قدمنا من 2009 التاريخ إلى سنة عام 2011 ستجد بأنهم قاموا بطمر هذه النقطة، نقطة خاصة بالتهوية، وبالتالي يحاولون إنهاء عملية الضعف الموجودة، ولكن هي تعتبر نقطة ضعف، لا يمكنك طمرها بهذه البساطة، فأنت قد حفرت الجبل وحولتها إلى نقطة للتهوية. وبالتالي مقارنة بالنقطة التي نتحدث عنها والتي تحدثت عنها وكالة الأسوشيتد بريس، فإن ليست هنالك أي نقطة تهوية موجودة في هذه النقطة. لاحظ هذه صورة أوضح وأدق للجبل الموجود إلى جنوبي طبعا منشأة نطنز النووية التي تحدثت عنها وكالة الأسوشيتد بريس، وبالتالي تلاحظ بأن ليس هنالك نقطة تهوية. إذن من أين ممكن أن تأتي التهوية؟ في حقيقة الأمر هي تأتي وواضح جدا من البوابات التي قاموا بإنشائها، وهذه البوابات كما ترون هنا بوابتين هنا بوابتين. التقديرات القادمة الحصرية من الأسوشيتد بريس أكدت بأن عرض كل بوابة يصل إلى 6 أمتار، وبأن ارتفاع هذه البوابة يصل إلى 8 أمتار، بالتالي هي منشأة قوية محصنة خالية من الأخطاء والعيوب، وهذا ما جعل الخبراء بحسب ما تحدثت عنه هذه الوكالة بأن هذه النقطة سيتم فيها تخصيب اليورانيوم، وهذا ما وجده عدد طبعا من الخبراء مثل كيلسي دافنبورت، وهي مديرة سياسة الحد من الانتشار أو منع الانتشار في جمعية الحد من السلاح، والتي مقرها طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في واشنطن، قالت الآتي حول هذا الأمر للأسوشيتد بريس: استكمال مثل هذه المنشأة سيكون سيناريو وكابوس خطير يدفع لإشعال دوامة تصعيدية جديدة، أي أن الأمور ستكون خطيرة، ويجب أن ننتبه بأن الإسرائيليين بدأوا يصرحون مباشرة اليوم تصريحات خطيرة للغاية قادمة. على سبيل المثال من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال: إسرائيل لم تتفاجأ، لم نتفاجأ بهذه التقارير، نحن نعلم بهذه التفاصيل، ولكن أهم ما قاله قال: لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك هو قال بأننا نحن والولايات المتحدة الأمريكية متفقين على الخطوط الحمراء، ولكن نختلف في طبيعة الوصول إلى هذه المنشآت النووية. أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان له تصريح في هذا الموضوع وقال: بدون الخوض في التفاصيل هنالك تطورات سلبية محتملة في الأفق قد تدفع
إلى اتخاذ إجراء. حتى الأوساط الأمريكية مثل ذي هيلا الأمريكية بدأت تضغط على الإدارة الأمريكية وعلى طبيعة السياسة الخاصة بها طبعا كما تلاحظون. وقالت طبعا ذي هيلا الأمريكية كانت لها تفاصيل سنعرضها لكم الآن، ولكن يجب أن ننتبه أن الإسرائيليين على الرغم من الأسوشيتد بريس تقول على سبيل المثال بأننا قادرين على ضربها، الأسوشيتد بريس تقول أن هذا الأمر لا يمكن خارج عن السلاح الأمريكي وقدراته وقنبلة أم القنابل، ولكن الإسرائيليين يقولون قادرين على الوصول إلى هذه المنشأة. هم معتمدين على مسألة مهمة ألا وهي مسألة أن صح أنها وصحيح أنها تقع تحت الجبال هذه المنشآت، ولكن في نفس الوقت إذا ما قمنا بتوجيه ضربة أو ضربتين أو ثلاث ضربات بهذه القنابل على هذه المنشآت التي تقبع تحت الجبال قد لا تقضي على هذه المنشآت النووية صحيح، ولكنها ستؤدي إلى عملية دفن هذه المنشآت بالكامل، إن كانت نقاط التهوية، المداخل، الهيكل، هيكل الحماية الذي يأتي تحت الجبل لهذه المنشآت، كلها ستؤدي إلى هبوط هذا الجبل بالكامل والصخور وغيرها لكي تأتي وتؤدي إلى أضرار خطيرة في المنشأة النووية، وسيؤدي طبعا إلى تسرب نووي خطير في هذه النقاط إلى ما تعرضت إلى مثل هذه الضربات، وبالتالي قد لا تسحق ولكن كل شيء سيكون في الداخل محبوسا، حتى العاملين الموجودين والعلماء إن ما تعرضوا لمثل هذه الضربة سيكونون في داخل هذه النقطة، لن يستطيع أحد الوصول إلى هذه المنطقة لأن سيكون هنالك انتشارا نوويا خطيرا، وبالتالي ستكون خسارة كبيرة لإيران. وعلى هذا الأساس يبدو بأنهم واثقين تماما من هذه المسألة، وقد تعتقد أنت هنا من خلال هذه التفاصيل النارية والصواريخ وغيرها بأن في حقيقة الأمر من الممكن للدبلوماسية أن تجد طريقها، ممكن للإيرانيين والإيرانيون دبلوماسيين ناجحين يعرفون كيف أن يتخلصوا من مثل هذه الأمور. المشكلة قد يعتقد البعض أن من الممكن أن تكون هنالك عودة للاتفاقية النووية للخلاص من هذا السيناريو الناري الذي لا يريده أحد في منطقة الشرق الأوسط عدا إسرائيل. طبعا جاءت الأخبار سيئة للغاية في مسألة الدبلوماسية اليوم. لورنس نورمان على سبيل المثال أحد أهم الكتاب على الوول ستريت جورنال كان قد وضح بأن حتى الأيام القليلة الماضية سمحت إيران فقط بإعادة تركيب الكاميرات التي أزالتها الصيف الماضي في أصفهان، وهذا أقل بكثير مما وعدت به أو توقعته الوكالة حتى الآن. وذهل الأمريكية كما ذكرنا لكم بدأت تضغط على الإدارة الأمريكية وقالت الآتي: لدى إدارة بايدن والكونغرس فرصة لإعادة ضبط سياسة إيران، اتركوا الدبلوماسية، يجب أن تضغطوا بقوة على إيران لأن إيران متوجهة لإيجاد منشأة نووية جديدة تحت الأرض تحت الجبال ستجعل الجميع في مشكلة حقيقية وستدخل المنطقة في نار حقيقية لأن إسرائيل قد لا تنتظر أحدا أبدا.